مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاكي. المدن كالناس كلها تفيض بالنبض والأحاسيس، لكنها تختلف في الملامح وتتضارب في الأمزجة والأهواء. تارودانت هي من تلك المدن الرزينة، رزينة الملامح والإيقاع، من تلك المدن الهادئة المتوارية العازفة عن كل تبرج، من تلك المدن التي تعف عن الإثارة، لا تدعوك إليها أبداً، ولكن إذا ما صادف وتحدثت إليها عبر أسوارها تحس على الفور أنك في حضرة مدينة ليست كالمدن الأخرى. تارودانت في سهل سوسة الواسع، وتحد من الشمال والجنوب بسلسلة جبال الأطلس، وتشاهد من جهة الشرق والغرب للمدينة بعض أطراف الجبال المجاورة، ويمتد النظر من جهة الجنوب الغربي مسافة شاسعة. باعتبار تارودانت محطة شكلت في بداياتها الأولى قبلة العرب الفاتحين، فقد جاء في أسفارهم حكاية مشهورة مفادها أن العرب الذين نزلوا بسوس نسبوا تارودانت إلى رودانا، وقارنوها بالشام إحدى مدن بلاد ما بين النهرين، ولقبوها برودانا بنت الشام لتوفر عنصر الخصب والخدرة في المكانين. لكن يبقى الأكيد أن اسم تارودانت يملك سنداً لغوياً محلياً كما سنتابع في هذه الشهادة. الحديث عن تاريخ مدينة تارودانت، مدينة العلم والعرفان، المدينة المتأصلة في تاريخ الإنسانية، ويكاد المتناولون لتاريخ مدينة تارودانت يجمعون على أن تأسيسها يرجع إلى الفترة ما قبل الإسلام، حيث أن تأشيدها تم من لدن أمراء قبائل هشتوكة وأكزولة، وهي قبائل تنتمي إلى التجمع الكبير قبيلة المصامدة. دخلها الرومان وسموها مدينة فالا، وهذا ما جاء به المغفور له المختار السوسي. دخلها الإسلام على يد الفاتح الأكبر عقبة بن نافع سنة 61 هجرية، وتعربت تسميتها فأصبحت رودانة، وفي حقها قال السكتاني: رودانة في بشر وصفى لها البشر، فمن عليائها أشرق البدر. وفي الفترة السعدية تغيرت التسمية من تارودانت أو رودانة أو فالا، فأصبحت تسمى بالمحمدية نسبة إلى محمد الشيخ. أما تأويل الاسم
فهناك تأويلات متنوعة، فهناك من قسم التسمية إلى شقين. الشق الأول تروى، والشق الثاني دنت. معنى الشق الأول تروى الأبناء الأولاد، والشق الثاني دنت بالمازيغية معناه ذهبوا رحلوا، ومنهم من يذهب إلى إعطائه معنى ضاعوا. ثم هناك من أول التسمية إلى تواجدها قرب جبال درن، واقترن اسم ترودنت بجبال درن، غير أن ما يمكن الحنين إليه هو التسمية التي ترمي إلى تورو ندات، باعتبار أن ندات هو مصطلح يعني الزيت كان يستعمل في حقب معينة في اللغة الأمازيغية. فتورو ندات أثمر الزيتون، ويعتقد أن هذا التأويل أقرب إلى الصحة ما دام المورد الاقتصادي المتميز والمميز لمدينة ترودنت هو الزيتون. تيرو دانت ليست هي الشيء الوحيد الذي يواجه الباحث أو المهتم بالإشكالية التاريخية والحضارية للمدينة، فهناك أيضا مسألة الموقع وتحديده، إذ الأكيد أن موقع المدينة الحالي ليس هو الموقع الحقيقي، فلربما حولت المدينة من مكانها الأصلي لاعتبارات أمنية واستراتيجية، حيث كانت باستمرار مستباحة من طرف الغزاة. فيما يتعلق بموقع مدينة ترودنت فهناك افتراضات، بطبيعة الحال في غياب الأبحاث الأركيولوجية التي يكون لها الحسم في المسألة. فتواجد قلعة فريجة قد يمكن أن يكون حصنا متقدما لمدينة ترودنت، وتواجدها في الموقع الحالي قد يبين أنها كانت أقرب إلى الحصن وليست أبعد منه، لأسباب. من هذه الأسباب أنها ابتعدت شيئا ما، الموقع الحالي ابتعد شيئا ما عن مجرى وادي سوس، والمعلوم أن الإنسان قديما وحديثا من ركائز استقراره أن يكون متواجدا قرب نقط الماء. لهذا فموقع مدينة ترودنت قد يكون موقعا أقرب إلى حصن فريجة، باعتبار أن الأسطورة تحكي أن الصراع الذي كان ما بين هرقل وأنطي كان بهذه المنطقة، ويستشهدون بتسمية الأطلس الصغير بأنتي أطلس.
وجاء في المؤلفات التاريخية التي لم تتوقف بما فيه الكفاية عند تيرودانت أنها أسست من قبل أمراء هشتوكا وجزولا، إلا أن الدراسات الأركيولوجية تؤكد أن الإنسان عمر الأطلس الكبير الغربي منذ العصر الحجري الحديث. من هنا تظهر أهمية المدينة التي تعززت مكانتها في مرحلة الفتح الإسلامي، وبدأت تشاع بدورها الحضاري والفكري، حيث انطلقت منها مواكب الدعوة الإسلامية والثقافة العربية نحو مجاهل إفريقيا. ولما جاءت دولة الأدارسة انضوت تحت لوائها المدينة كقاعدة تابعة لمركز أغمات حيث تنظيماتهم الإدارية، وكان ذلك سنة 197 للهجرة. وعند الحديث عن مفهوم المراكز أو المحطة لا يمكن إلا أن نستحضر الهاجس الأمني ودرورته، وما هو أمني كان دائما يرتبط بالأسوار كالحرف الأول في أبجدية الأمن قديما. احتلها المرابطون سنة 448 للهجرة وجعلوا منها قاعدة عسكرية متقدمة توجه منها الحملات المنظمة ضد قبائل الأطلس الكبير التي وقفت حاجزا دون تقدمهم داخل المغرب. ولما ظهرت حركة الموحدين شرق المدينة ضاعف المرابطون اهتمامهم بها، حيث حصنوها بسور قوي وأقاموا حولها عدة منشآت دفاعية منيعة، وظلت بيد المرابطين إلى أن فتحها عبد المؤمن بن علي سنة 539 للهجرة. وقد عرفت تيرودانت في العصر الموحدي تطورا اجتماعيا بدخول العناصر الزنجية والأندلسية والتركية التي تفاعلت مع السكان الأصليين تفاعلا ترك بصماته الواضحة على الحياة العامة بالمدينة إلى الآن. وتعتبر فترة السعديين أزهى فترات تاريخ تيرودانت لما أولاها ملوك هذه الدولة من عناية واهتمام، فبلغت أوج عظمتها واتساعها في عهد محمد بن الشيخ الذي حصنها بسور لم يزهد يشهد بعظمته. وخلال العهد العلوي عرفت المدينة حياة الاستقرار والاطمئنان، خاصة في عهد المولى إسماعيل الذي أدرك أهمية هذه المدينة، إذ عرفت في عهده المدينة بعثا ثقافيا وحضاريا هاما. لهذا ظل تاريخ تيرودانت مرتبطا بأسوارها، فالمدينة لم تكن مركزا عاديا في تاريخ المغرب، لقد كانت بوابة المغرب على الصحراء والمحطة الأولى والمتقدمة التي تقف عند قدم أسوارها القوافل القادمة من الجنوب أو الذاهبة نحو في اتجاه أهدافها أينما كانت. حضور الأسوار إذن بهذه القوة في تاريخ المدينة يؤكد شيئا واحدا، هو الأهمية التي عرفتها كمحطة وكمركز ومدى الحركية التي عاشتها، لأنها كانت عبر مراحلها التاريخية بدون منازع قلعة جهادية لتبليغ رسالة الإسلام والدفاع عن ثغوره لا سيما في المنطقة الجنوبية. بخصوص مميزات سور مدينة تيرودانت، كما تفضلتم يختزن مجموعة من التراكمات التاريخية عبر المراحل التاريخية التي عرفتها الدولة المغربية في بلادنا. مميزات هذا السور لا تنحصر في مدينة تيرودانت، بل تقتبس كل المعالم التي ميزت أسوار المدن الإسلامية من المشرق إلى المغرب. وحينما نريد أن نسجل خصوصيات سور مدينة تيرودانت يلزمنا أن نؤكد على المهمة التاريخية التي أنيطت بها مدينة تيرودانت، سواء من حيث نشر رسالة الإسلام من الشمال إلى الجنوب لا سيما في المناطق الجنوبية، ثم الدفاع عن ثغرة من ثغور الإسلام بالمغرب. فهذه المهمة التي افترضت بها مدينة تيرودانت أعطت لبنيتها العمرانية ولصورها بشكل خاص مميزات معمارية جعلت منه الرادع الأول لصد هذه الهجومات من جهة، ولضمان سلام المواطنين القاطنين بهذه المدينة. مميزات تاريخية انسجمت مع مميزات معمارية وعمرانية، نظرا لما عرفت به كل مرحلة تاريخية من بلورة لمعالم معمارية ولمواد تقنية كانت تنسجم مع هذه المهام التي يجب أن يناط بها هذا السور.
بالنسبة للأصناف المعمارية فنلاحظ أن السور هو عبارة عن أبراج متتالية تحكمها نسق معماري، نسق هندسي يعطيه يضفي عليه جمالية خاصة من جهة، وهو بمواد بناء أصلها من التراب المدكوك يعطيه لونا ينسجم مع البيئة العمرانية. فنجد أن هذه المهمة التي انحصرت في عنصر عمراني أساسي تضفى عليها مجموعة من العناصر الأخرى، منها ما هو بيئي، منها ما هو مجالي، منها ما هو تفسحي ومنتزهي، بحيث يجعل لهذا السور معلمة تاريخية بمعنى الكلمة. هذه المعالم المعمارية انضافت إليها كذلك مهام لمراقبة الخارج. مراقبة الخارج انبثقت بشكل مباشر عن طريق إنشاء ممرات عليا بجانب السور تصل إلى 2 إلى 3 أمتار، بحيث يمكن لموكب أن يمر فوق السور بدون حتى أدنى مشكل، وبالتالي يعتبر بشكل جيد أنه بمتانة يعني جد قوية. فهنا خلاصة هذا القول، انسجم البعد الدفاعي والبعد العمراني مع البعد الوظيفي والبعد العلاقات فيما يخص علاقة مدينة تارودانت بحواضرها. فكما نعلم مدينة تارودانت هي مدينة تاريخيا عرفت بسريان المياه في الأودية وفي السواقي، فكانت خارج مدينة تارودانت مجموعة من الفلاحات والزراعات، كذلك داخل مدينة تارودانت. فيمكن حسب التطور التاريخي للمدينة نسجل بأن 3/4 من المجال داخل مدينة تارودانت، داخل أسوار مدينة تارودانت، هي مجالات خضراء، مجالات بيئية، سواء عن طريق بساتين أو سانيات إلى غير ذلك. فهذه الأسوار بالإضافة إلى بعدها التاريخي الدفاعي المعماري، هناك بعد وظيفي، كانت تمثل الفاصل بين مجال خارجي يتمتع ربما بفلاحة سقوية كبيرة إلى مجال داخلي بفلاحة سقوية مرتبطة بالمعاش اليومي للسكان. الحديث عن سور تارودانت يقتضي الحديث عن الدول المتعاقبة على المدينة، والمتأمر والملاحظ للهندسة المعمارية لسور تارودانت يمكن أن يستخلص أصنافاً معينة من الهندسة المعمارية لدى الدول المتعاقبة على المغرب. فتارودانت محاطة بسور قديم، طرف منه مبني بالحجر والطرف الآخر بالطوب والتبن، ويبلغ ارتفاعه من 6 إلى 8 أمتار، سمكه 60 سنتيمتر من الجهة العليا، وهذا السور ذو أبراج ضخمة مربعة الشكل. يرجع تاريخ تأسيسه على الشكل الحالي إلى سنة 935 للهجرة على يد محمد شيخ السعدي، يبلغ طوله حول المدينة 7.5 كيلومترات تقريباً.
ظاهرة تميز سور المدينة رودانت وتعكس التراكم التاريخي هو اتساع بعض الممرات فوق الأسوار المرابطية وتقلصها في المراحل التالية، وهذا راجع بالطبع لتطور القدرات العسكرية ومستوى التنظيم الذي بلغته الجيوش في عصور لاحقة لدى الدول المتعاقبة على حكم المدينة. لقد رمم السور مرات عديدة نظرا للحروب التي عمت المدينة خلال مسيرتها. هناك أيضا مسألة تقنية البناء، فالمرابطون استعملوا الثابوت واستعملوا كروابط للثابوت خشب الأرجان. الموحدون بدورهم استعملوا الثابوت لكن بإضافة الحجارة والجير، واستعملوا في خشب الربط شجر الأرجان كذلك. وفي أحيان أخرى نوع من الشجر اسمه التماريس يعرف محليا بالطرفة. أما العلويون فقد استعملوا بجانب الثابوت النخيل كروابط. أسوار تارودانت إذن شكلت ملامح تاريخ المدينة، فبجانب دورها الدفاعي هي هذا الخليط بين الشكل المرابطي الموحدي السعدي والمريني ثم العلوي أخيرا. هذا المركز الدفاعي هو نوع من المراكز التي شاعت في المنطقة وعرفت كمراكز دفاعية متقدمة تبنى عادة خارج أسوار المدينة وبعيدة عنها بمسافة معقولة تضمن حماية المدينة وتؤدي دورا تجاريا في نفس الوقت، إذ ربما استخدمت كديوانة مثلا. أسوار تارودانت إذن شكلت ملامح تاريخ المدينة، فبجانب دورها الدفاعي هي هذا الخليط بين الشكل المرابطي الموحدي السعدي والمريني ثم العلوي أخيرا. إن أسوار تارودانت هي التي صنعت المدينة، هي التي أعطتها قوتها ومجدها، هي التي حكمتها. فكل الدول المتعاقبة على المدينة كانت تعتبر تارودانت حصنها الجنوبي، لهذا فالأسوار كانت دائما الدعامة الأساسية لاستمرار هذه المدينة. إن الداخل اليوم للمدينة أول ما يقع عليه بصره هي هذه الأسوار التي تمثل هذا الرصيد الحضاري والجمالي، لكنها اليوم تعيش حالة من التداعي وحالة من التدهور والإهمال. فعلى من تقع المسؤولية؟ ومن هو المؤهل أكثر من غيره لحماية هذه الأسوار؟ إنه موروثنا جميعا وعلينا جميعا حمايته وتوخي استمراره، لأننا لا يمكن أن نعيش بدون ذاكرة. هناك مجهودات ذاتية تتم بين الفينة والأخرى كما يحدث مع المعلم سلام سالم الذي يحاول أن يعيد الروح لهذا السور، أو ربما يعيدها لنفسه. فهو من المعلمين القلائل الذين لا زالوا أوفياء للبناء القديم وتقنياته، إنه يرمم حسب أصول الحرفة.
المدن المسورة عادة أربعة أبواب، لتارودانت خمسة. لا نعرف ما سر هذا الاستثناء، وهي ابتداء من الشرق على اليسار: باب القصبة، باب الخميس، باب ولاد بونونة، وباب ترغونت، وباب زرغان. يعتبر باب القصبة الباب الرئيسي والأقدم للمدينة، ويعود للفترة المرابطية كما يظهر ذلك من خلال هذه الزخارف البسيطة. بعد الباب يوجد فراغ كبير، تفسيره الوحيد أن المدينة كانت تضم داخل أسوارها البساتين التي تكفيها الاعتماد على خارج الأسوار زمن الحروب. داخل هذا الفراغ ينتصب باب القصبة المخزنية، أو ما يسمى بباب السدرة، نسبة إلى هذا النبات الذي ربما كان ينبت بجانبه. ينفتح هذا الباب على فضاء أول ثم فضاء ثان، بعدما يكون قد خلق محورين منكسرين، وهي ربما لأسباب دفاعية قبل أن ينفتح على الحي السكني. باب الخميس كان يؤدي إلى مراكش، أما باب بونونا فكانت تخرج منه قوافل الحجاج بعد أن تبيت في أحد الأولياء الصالحين قبل شد الرحال إلى الكعبة. ومعلوم أن باب ترغونت كان يطلق عليه اسم باب الجهاد أو باب الغزو، حيث كانت تخرج منه الجيوش لتأديب بعض القبائل الخارجة عن الطاعة. هذا الباب كان يتوفر على عتبة ضليلة مكونة من مصطبة بدت شاحبة الملامح لما طالها من إهمال واستعمال سيء، كما طال كل شيء عتيق بالمدينة. الباب إذن رئة المدينة، بل عينها على الخارج. ما هي خصوصياته؟ في مقاربة عمرانية لمدينة تارودانت يمكن أن نصنف أبواب مدينة تارودانت على صنفين اثنين. الصنف الأول وهو الذي يوجد محادي لسور المدينة كنموذج باب القصبة، باب ترغونت، باب الزرقان، تتميز بخصوص عناصرها العمرانية والمعمارية والوظيفية بنفس الخصائص التي تميز الأبواب بالمدن الإسلامية. فنجد المدخل، نجده ملتويا، نجده عبارة عن مجال، ليس مجرد يعني مدخل خاص، إلا أنه يربط بين مجال فارغ ومجال فارغ آخر. هذا الصنف الأول. بالنسبة للعناصر المعمارية نجد بأن التراب والطوب المؤسس على أساس يعني الياجور هم العناصر المعمارية أو العناصر مواد البناء الأساسية التي تشكل البناء لهذه الأبواب. هناك الصنف الثاني والذي يوجد داخل المجال الحضري المبني لمدينة تارودانت، يشكل فاصلا بين مجال تجاري ومجال سكني، تعطاه كذلك خصوصية معمارية خاصة، فنجد له قباب
معينة أو قد يكون عن طريق يعني مجرد أقواس بسيطة. هؤلاء هما الصنفين اثنين لأبواب مدينة تارودانت. باب القصبة على سبيل المثال، بالإضافة إلى أنه يفتحنا بين مجال فارغ ومجال فارغ، هو يشكل كذلك ملتقى لمجموعة من الأنشطة اليومية، ملتقى حاليا للشباب للحديث للكلام إلى غير ذلك. ومواقع مدينة تارودانت، مواقع أبواب مدينة تارودانت تضفي لها موقعا خاصا، بحيث أنها تساهم في النشاط اليومي لساكنة مدينة تارودانت، من حيث خروجها للنزهة أو يعني ذهابها للمدينة حتى تقضي يعني حوائجها. فنجد أن هذه الأبواب لها وظيفة حاليا تلبيها بخصوص هذا المتطلبات اليومية للسكان. اهتم مؤرخو الفن الإسلامي في المغرب اهتماماً كبيراً بالمؤسسات القائمة والمآثر الموروثة، بما فيها المساجد على اختلاف أماكنها وأشكالها، بيد أن هناك مسجداً لم يحظ قديماً بهذا الاهتمام، رغم أنه ليس جديداً إلا من حيث الترميمات والإصلاحات القيمة التي أدخلتها عليه مصالح الأوقاف في السنوات الأخيرة، ونعني به مسجد تارودانت قاعدة الأصقاع السوسية بالمملكة المغربية. ومن الوجهة التاريخية يقال بأن مؤسس الدولة السعدية محمد بن الشيخ هو الذي أمر ببناء هذا المسجد في القرن السادس عشر للميلاد، أي فيما بين سنة 43-500 بعد الألف أو سنة 57-500 بعد الألف. فبناء الجدران والصومعة يرجع إلى عهده، فيما السقوف المزخرفة الثرية تعتبر من عهد السلطان العظيم أبي العباس أحمد المنصور الذهبي الذي عاش فيما بين سنة 78-500 بعد الألف وسنة 3-600 بعد الألف. وبذلك فإن المسجد أثر من آثار الدولة السعدية، وهو اليوم من بين أكبر مساجد المغرب، لأن رقعته تشغل أكثر من 2500 متر مربع، ولعله في المرتبة الثالثة بعد مسجد القرويين بفاس والكتبية بمراكش. وإذا كان تصميمه بسيطاً من حيث الشكل الهندسي، فإنه مزدان بخمسة أروقة مصففة وموازية لجدار القبلة، من غير أن يفصل بينها فراغ في الوسط أو الجهة الجانبية. الهيكل الداخلي مشغول ومعمول بالجيزة المزخرفة بالرسوم المزوقة الجميلة بين الهيكلين، مدد لتكييف الهواء في مكان الخطبة. أما الصحن الذي تبلغ مساحته 1160 مترا مربعا، فإنه محفوف برواقين من الجانب، وتزينه وسطا عين ماء جفت وسط أربع شجيرات نارنج. أما الصومعة التي ترتفع خارج المسجد على حائط جهة الجنوب، فيبلغ ارتفاعها 27 مترا،
وهي مزخرفة بالفسيفساء الإسبانية المصنوعة بإشبيلية خلال القرن السادس عشر، وتمثل صنف الفسيفساء التي أدخلتها التغييرات المسيحية على قصر الحمراء بغرناطة. بساطة الأشكال المعمارية بمدينة تارودانت أهو راجع للفلسفة المرابطية المتقشفة في مجال العمارة، أم هو راجع لصوفية سكان المدينة وتواريهم؟ لمقاربة هذا السؤال أود أن أضع أرضية عامة لمقاربة الموضوع المعماري. فالموضوع المعماري بالنسبة للحضارة الإسلامية بصفة عامة هو موضوع يتناول المجال، فهو لا يتناول الأشياء. لمقاربة الموضوع المعماري يجب أن نعمل على صبر أغوار المجال المعماري، وأن لا نظل تحت قيد الأشكال المعمارية. المقاربة الغربية ارتبطت بشكل عام بمقاربة الأشكال المعمارية في ذاتها، فهي فلسفة مغايرة بصفة عامة لأي تصور معماري آخر. حينما نريد هذا التصور يعطينا أداة علمية تجعلنا نرتبط بالإنسان بشكل مباشر حتى نفهم خصوصيات مجاله. فبالنسبة للمجال بمدينة تارودانت، المجال المعماري بمدينة تارودانت يتسم فعلا كما حددتم ذلك بالبساطة، البساطة المعمارية. هذه البساطة يرافقها عمق في التصور المجالي. فعلى سبيل المثال في هذا المجال الذي نحن جالسين به ما نجد شكلا معماريا يثير الانتباه، لكن كل المجالات، كل الفضاءات تثير الانتباه. هذه هي قوة المجال، قوة المقاربة المعمارية بالنسبة لمدينة تارودانت. فحتى أننا سوف لا نجد تقنيات كبيرة أو متطورة في البناء، سوف لا نجد الزليج بشكل يعني كبير، سوف لا نجد الخشب يعني اللي هو ملون بشكل كبير، ولكن سوف نجد مجالات لها من القوة، لها من الشاعرية ما تفوق كل الاعتبارات الشكلية. هذه أرضية عامة أود أن نجعلها أداة لمقاربة المجال المعماري بمدينة تارودانت. حينما ندخل للمنزل بمدينة تارودانت سوف تجد الفناء أو ما يسميه بوسط الدار. في هذا وسط الدار يعني تتوزع كل المهام التي مرتبطة أولا بعناصر بيئية، المناخ، الطقس، الشمس. ثم نجد القبب، القبة الرئيسية والقبة الثانوية، نجد البرطال على سبيل المثال. كل هذه العناصر هي منسجمة في علاقات هندسية ببساطتها ولكن بقوتها في الأداء وفي التعبير. قد أقول لتجربتي البسيطة بمدينة تارودانت قد تجعلك تستوعب روح الهندسة المعمارية، وقد لا تضل يعني في العناصر الثانوية لمقاربة الموضوع المعماري. هذه هي قوة هذه المدينة، وربما نظرا لأن مرتبطة فعلا كما جاء في سؤالكم بالمقصود من هذه العمارة، طابع فعلا التقشفي، الطابع البساطة، طابع الوصول إلى المقاصد وإلى الأهداف بالشكل المناسب والشكل البسيط دون الالتواء في متاهات قد يعني تبعدنا من الوصول إلى غايتنا. Oh.
صحيح أن الأشكال التي نشاهد الآن غاية في البساطة، بل ربما لا تشد الانتباه إليها، لكن هذا لا يعني أن نتركها عرضة للإهمال والتلاشي، بل إن الكثير من معالم المدينة غيرت ملامحها، كهذه الكنيسة التي حولت إلى سوق ولم يبق منها غير هذا الرمز. ما يلاحظ على أغلب سكان تارودانت وأنت تجادلهم في أمر تاريخ مدينتهم هو الغصة. الغصة من هروب ومصادرة العديد من المظاهر الحضارية التي حبلت بها تارودانت، لكنها تربت وكبرت بعيدا عنها وألبست ثيابا وأسماء أخرى ونسبت لمناطق أخرى، كفن الفرجة مثلا الذي يعود للقرن الثالث الهجري. لقد ولد فن الفرجة أو الفراجة محلياً بتارودانت، وتطور عبر المحطات التاريخية وسمي فيما بعد بالدقة. غالبية المتعاطين لفن الدقة هم حرفيون، والسواد الأعظم في المتعاطين لهذا الفن هم الدباغة. والدقة فن حرفي، إيقاع موزون صافي. الباحث في هذا الإطار انطلاقا من الفئة السائدة المتعاطية له، لكلاس موضال اللي هما الدباغة، هاد الخاصية تثير الباحث فيتجه نحو هذه الفئة. فماذا يكتشف؟ يكتشف أن التطور الذي حصل عبر المحطات التاريخية كان منبعه دار الدباغة، باعتبار أن دار الدباغة في نظر المتواضع وفي المنظومة الاقتصادية ديال الوقت نقدر نقول بأنها كانت هي بورصة القيام إلى جانب معصرة الزيوت. ففي مدينة تارودانت إلى الشوارع ديالها تجوبها الدواب وهي محملة بإنتاج الزيتون، هذا مؤشر أن السنة بخير. ولكن لابد من الإطلالة عن دار الدباغة، فإن اكتملت المسألة وكانت كذلك دار الدباغة بخير، فإنه يمكن الإنسان أن يقول أن بورصة القيام بهذا المفهوم هذا أنه سنة اقتصاديا بخير وستنعكس على السكينة بخير كذلك. إذن أرجع إلى الدباغة وأرجع بالضبط إلى الميدق، أو كما يصطلح عليه أفردو. وأفردو في اللغة هو الدرب اللي ما تيخرش لامباس، وبما أن الميدق حتى هو أفردو هو عنده باب، عنده الباب الأعلى وفي التحت مغلق، فهادو كيتسموا أفردوات أو المهارز ديال دق الأصباغ والملح تاكوت الدباغ، يعني جميع المواد التي يحتاجوا إليها الدباغ. فكنلقاو ثلاثة ديال الأفردوات، وكل أفردو إلا وكتجيه فئة معينة. فالدباغ اللي كيستعمل طرحة وهي واحدة ستة ديال البطاين في الأسبوع ديالو، هذا إنسان صانع متواضع، تيدق الأصباغ ديالو لأن لا يحتاج إلا للقليل اللي غادي يكفيه في العمل ديالو، كيدق أفردو ديالو الأصباغ ديالو في ذاك أفردو الصغير، وكتكون دقة واحدة، أن عامل واحد كيدق. وأستسمح على هذه الإشارات هذو لا تنديرهم، بغينا غير باش نقربوا المعنى للناس. ثم الإنسان اللي هو كيدير جوج طرحات
يسر عليه الله، فهو متوسط في ما بين الصناع، فهو يحتاج إلى أصباغ أكثر من الأول، وبالتالي تستغل أفردو المتوسط وكيدقوا ليه جوج الصناع. ثم الإنسان اللي تنقولوا عليه معلم الشكرة، يعني إنسان اللي يسر عليه الله، هو تيدير ثلاثة ديال الطرحات إلى أربعة، فهو تيدقوا ليه الأصباغ، يحتاج إلى أصباغ كثيرة ومواد كثيرة، كيدقوها ثلاثة الناس. وبالتالي معلم الشكرة اللي هو ماشي صناعي باليد ولكن صناعي بالرأس مال، كيتفرج على هاد الشرائح من الصناع إلى كدق هاد الأصباغ، بل في بعض الأحيان كيتبع معهم وهو مرتاح، وتيشوف أن استمر الأموال ديالو، تيشوف أن الأموال ديالو راهي مستثمرة في مجال مهم، وكيبقى كيتبع بإيديه. وهنا كنجو كنرجعو لعند الناس اللي كيقولوا ثلاثة حمص جوج فول، وكنرجعو عند الخوارزمي الرياضيات، كنشوفوا بأنه السلسلة الرياضية تنشوفوها، والدباغة معروفين أنهم في ميدان علمي، فكيبان للباحث المتواضع اللي كيدلو بدلوه في هذا الميدان أن تطور اللي عرفته الفراجة عرفته عن طريق الدباغة وفي العصر السعدي، وعرفته بضربة جوج ضربات ثلاثة ديال الضربات متتالية حسابية أساسها زائد واحد. في مراكش ماذا وقع؟ الأذن الموسيقية ماشي المدن الدارسة للموسيقى، فتيمكن لها إذا تمعنت بدقة في السماع أنها كتلقى في مراكش الأساس اللي كان واحد من بعد جوج ثلاثة، تهز واحد وتضاف ثلاثة ولا أربعة، ولا الدقة المراكشية فيها جوج أربعة متتالية هندسية، نقدر نقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. البصمات الرودانية مشات واحد جوج ثلاثة، تحسين اللي دخل كذا ولا جوج أربعة. فإلى الإنسان ديك الأذن اللي كبرت مع الأنغام ديال الدقة وهي عندها 9 سنين وعشر سنين، وهو العبد المتواضع اللي أمامكم، تيسمع هذيك الدقة وتيسمع هذي وتيسمع ديال مراكش، فبكل تواضع نقدروا نقولوا بأن الدقة ما بقى فيها دقة رودانية ولا دقة مراكشية، نقدر نقول الدقة المغربية.